مساء الخير، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامج آخر ساعة، هنكون مع حضراتكم النهاردة لمدة ساعتين في شكل مختلف. هنحاول من خلاله إن احنا نقدم جرعة مكثفة تلقي الضوء على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية، في ظل طبعاً إنه الأزمة الروسية الأوكرانية أحد أهم الملفات اللي بتشغل المجتمع الدولي وبتحتل كمان مناقشات العديد من الدول والمحافل الدولية. هيكون ليها الجانب الأكبر خلال الحلقة النهاردة، بخلاف طبعا العديد من الملفات الأخرى. هنبدأها مع حضراتكم طبعا بالملف المحلي. أول خبر معانا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية قضية صد النهضة لمصر وشعبها، مشددا على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وخلال استقباله مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أكد الرئيس السيسي على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المختلفة في إطار السياسة المصرية، كما أعرب عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعرباً سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمنا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكدا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر، بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا بقيادة السيد الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء. كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي،
تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار. كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام. أضاف المتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس. كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشدداً سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن. نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليه يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 558 لسنة 2021. نتابع. تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول صحة إفريقيا Africa Health تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 7 من يونيو 2022 بمركز مصر المعارض الدولية. بينظم فعاليات المؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويستهدف المؤتمر الذي يقام تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، يستهدف إعادة توجيه أنظار الشركات بقطاعي الصحة والدواء نحو الإمكانات الاستثمارات في إفريقيا من خلال توفير أفضل مصادر لسلسلة إمداد تصنيع المنتجات مع ضمان التوزيع العادل للمنتجات وخدمات التكنولوجيا الطبية بكافة الدول الإفريقية، بما يساهم في تحقيق أجندة قطاع الصحة على مستوى القارة، ليمثل منصة مستدامة تربط جميع شركاء الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد، إلى جانب دعمه للتدفق التجاري من وإلى القارة السمراء. للمزيد حول هذا المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول ينضم إلينا دكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. المزيد أكثر حول هذا المعرض وأهم فعالياته. أولا هو زي حضرتك تفضلتي وقلتي أن هذا المؤتمر والمعرض هو أكبر حدث طبي يحدث في القارة الإفريقية منذ عقود طويلة، يمكن يكون هو الأول من نوعه. هو طبعا بيعقد هذا المؤتمر والمعرض في المنارة اللي هي مركز المؤتمرات الدولية على مساحة تقريبا 60,000 متر، أكثر من 350 شركة عالمية بتعرض منتجاتها من التجهيزات الطبية وأيضا من الشركات القطاع الدوائي العالمية والشركات المحلية المصرية. هذا المؤتمر بيحضروا عدد غفير من الأساتذة من مصر ومن خارج مصر من البلدان الإفريقية، وجاءت الدعوة إلى يعني الكثير من صانعي القرار في الدول الإفريقية في مجال الصحة من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات الدوائية والهيئات الصحية في الكثير من البلدان الإفريقية. بيحضر فيه خبرات عالمية ودولية كبيرة جدا، على سبيل المثال وليس الحصر ريمون شينازي اللي هو المخترع الأول للدواء سوفالدي الشهير اللي هو كان السبب في يعني خلاص مصر من فيروس سي في السنوات السابقة وحاليا. هذا المؤتمر زي ما بقول لحضرتك أكبر حدث طبي في المنطقة بيقام في مصر. حضرتك تعلمي أن مصر تبوأت قيادة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، وكان توجيهات فخامة الرئيس أن يعني يكون هناك تركيز على التعاون المباشر بين مصر
وأشقائها. وبالتالي مع هذا الحضور ووجود هذه الخبرات العالمية والعلمية زي ما ذكرت يا دكتور عادل، إزاي ممكن نستفيد من هذه الخبرات؟ هل ممكن نتوصل إلى بعض المعلومات، إلى بعض التوصيات القابلة للتطبيق؟ طبعا طبعا، وده هيعلن في نهاية المؤتمر طبعا، الإعلان النهائي والتوصيات النهائية للمؤتمر. نحن نسعى في هذا المؤتمر والحدث الطبي الكبير أن نوثق ونرسخ للعلاقات بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية لإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل قطاع الرعاية الصحية في القارة الإفريقية. قطاع الرعاية الصحية في العالم كله وفي القارة الإفريقية يعاني الكثير، يعاني الكثير من التراجع في العديد من المؤشرات. لابد أن نتعامل مع هذه المؤشرات بشفافية وبصدق حتى نستطيع أن نحل مشكلتنا في قطاع الرعاية الصحية. العالم كله تغير وينظر إلى قطاع الرعاية الصحية بمنظور مختلف، منظور أساسي داعم للاقتصاد العالمي والاقتصاد الدولي. لابد أن نكون في القارة الإفريقية على هبة الاستعداد لتطوير نظمنا الصحية بأنفسنا بإذن الله تعالى. نحن أمامنا الكثير في هذا المؤتمر، ونتطلع إلى استمرارية هذا المؤتمر، أن تخرج توصياته بأن كل ما يتم الاتفاق عليه يبدأ العمل فيه من اليوم التالي للمؤتمر مباشرة. والمؤتمر يمكن بيركز كمان على الإمكانات وأهمية الاستثمار في إفريقيا طبعاً، وده شيء طبعاً مهم جدا. نحن شاهدنا كيف توقفت سلاسل الإمداد، كيف توقفت سبل التجارة العالمية مع جائحة كورونا، وهذا محتمل أن يحدث في أي وقت. فلابد أن نؤكد ونمد جسور التعاون بين الأشقاء الأفارقة بعضهم البعض، حتى يكون هناك، مش هقول اكتفاء ذاتي كامل، ولكن يكون هناك مشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الرعاية الصحية سواء في القطاع الدوائي أو في قطاع التكنولوجيا الطبية بإذن الله. المؤتمر هيستمر على مدار يومين بإذن الله، 3 أيام، من 5 إلى 7 يونيو بإذن الله تعالى. 5 يونيو هو الافتتاح، وتبدأ الجلسات العلمية مباشرة بعد الافتتاح الرئاسي بإذن الله تعالى. ويعني تستمر جلسات المؤتمر منذ الصباح الباكر حتى نهاية اليوم، وهناك أيضا تنسيق يكون في احتفال الجمعية الطبية المصرية بمرور 100 عام على إنشاء هذه الجمعية العريقة، اللي هي بتقول ثاني أقدم جمعية على مستوى العالم هي الجمعية الطبية المصرية، اللي قامت بإعداد البرنامج العلمي لهذا المؤتمر وهذا الحدث الطبي الكبير بإذن الله. بإذن الله. دكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول، بشكر حضرتك وكل التوفيق إن شاء الله. نروح بقى للقضية الأبرز اللي يمكن شغلت الرأي العام العالمي كله. أزلت هيئة المحلفين بمحكمة أمريكية في فيرجينيا الستار على قضية التشهير اللي شغلت الرأي العام العالمي، المقامة من النجم العالمي جوني ديب ضد طليقته الممثلة الأمريكية أمبر هيرد بتهمة التشهير. وقضت المحكمة الأمريكية بتعويض $15 مليون لجوني ديب، فيما تم الحكم على جوني ديب بتعويض $2 مليون لأمبر هيرد في قضية تشهير مضادة. فاصل ونواصل من بعده برنامج آخر ساعة. برحب بحضرتكم مرة تانية. في الشأن الدولي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أن روسيا ستعمل على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها في هذا العالم الذي يشهد تغييرا سريعا. وفي ذات السياق، اعتبرت موسكو أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر متطورة سلبيا للغاية. وقد ندد نائب وزير الخارجية الروسي بقرار واشنطن إمداد كييف بأنظمة الصواريخ هيمارس كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة، مشيرا إلى أنه توريد الأسلحة يزيد من مخاطر الصدام المباشر بين روسيا والولايات المتحدة. قراءة في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية مع دخولها الشهر الرابع، وموقف المجتمع الدولي من الأزمة وغيرها من النقاط، مع ضيفنا عبر سكايب الدكتور أشرف سينجر، خبير السياسة الدولية لقناة إكسترا نيوز. برحب بحضرتك في برنامج آخر ساعة.
أهلا بك. يعني ربما التطورات سريعة جدا، تكثيف العمليات الروسية العسكرية في أكثر من محور، نتحدث عن لوغانسك، سيفرونسك، البعض أيضا يشير إلى أنه هناك توسع كبير جدا في الشرق الأوكراني بشكل أسرع بشكل أكبر من أي مرة. هل هذا ربما يشير وفقا لبعض المحللين إلى قرب انتهاء العملية العسكرية في الشرق والجنوب الشرقي؟ طبعا قرب انتهاء العملية صعب التنبؤ به، سواء في الشرق الأوكراني أو الجنوب الشرقي أو العملية العسكرية. وده أنا بنقل هذا التصريح على كلام السفير عام هل في مقابلة المعلمة اليوم مع أنتوني بلينكن في واشنطن. طبعا هو اتكلم في كلام مهم جدا تعرض له، ولكن القوات الروسية بتتحرك ببطء شديد، هم طبعا بيسيطروا على بعض المناطق لكن ببطء شديد بطريقة أخرى. إن الأخطاء اللي ارتكبتها القيادة الروسية في احتلال كييف بيكرروا نفس الأخطاء مرة ثانية، وده بيأكد على أن الآلية التدريب الكافي للقيادة الروسية أو العسكريين الروس في تنفيذ المهام على الأرض في مشكلة كبيرة. طبعا هم معذورين، ليه بقى؟ لأن طبعا الولايات المتحدة وبريطانيا، يعني كل دول الأطلنطي بيعطوا لأوكرانيا ادفانس ويبنز، هي الأسلحة المتطورة لضرب الدبابات، الطائرات اللي هي الدرون السباحية، الطائرات الدرون الانتحارية، وده طبعا غير طبعا الطائرات التركية. يعني تتحدث عن تكنولوجيات حديثة ومتطورة بتقاوم طبعا الجيش الروسي. ده بيدفعنا إلى أن احنا بدينا نستعد للاستعراض العشر سنين اللي للحد في افغانستان والسنوات التي قضتها امريكا في افغانستان. يبدو ان العمليات التي تتم على ارض يعني يبدو انها ستعجل قدر الجيش الروسي بدا الحديث في كييف. دكتور أشرف، يعني هناك تباين في المواقف الأوروبية بشكل كبير جدا، البعض وصف وقال تصدع في الوحدة الغربية، هل هذا الوصف دقيق؟ يعني هل هذا ما يجري فعلا أم المسألة متعلقة بدولة أو دولتان أو أكثر هي متأثرة بشكل مباشر بصادرات النفط الروسية لديها؟ هو ما فيش تصدع في حلف الأطلنطي، وده الكلام اللي قاله النهارده طبعا الامين العام للأطلنطي مع أنتوني بلينكن في واشنطن. الحديث عن تركيا والمجر لهم طبعا، يعني المجر لها وجهات نظر في عدم فرض الضربات الاقتصاديه السابقه على روسيا. تركيا لها موقف مع لبنان دلوقتي في الكتاب حول لبنان او في تحليق الطيران فوق الجزر اليمنية، وده بيمثل سيادة للدولة اليونانية، وفي تهديد متبادل ولكن لن يصل إلى صراع أو حرب لأنهم محطوطين في الأطلنطي. فبالتالي ولكن يكفي دولة مثل المجر على سبيل المثال هي قادرة يعني على تعطيل عدد من القوانين والقرارات والعقوبات. وطبعا التعطيل ده بيبقى نسبي، ما تقدريش تجزمي بأنه سيكون نسبي، يعني بمعنى أن المجر ليس رئيس الوزراء توجهه. مجر يعني ليس المجر لها وجهه نظر مختلفه. تركيا نفس الموضوع، القياده العسكريه هناك لها وجهه نظر ممكن تختلف عن القياده التركيه الان. يعني القصد الحفاظ على الاطلنطي ده اصبح علامه مميزه لمواجهه التحدي اذا ما ادركنا في الغزو الروسي في اوكرانيا، والتحدي اذا ما قررت الصين ان تغزو تايوان. الأطلنطي يتحدث على أنهم قد تجمعوا بهذه هي هذا الغزو كدول للنهاية، يعني هم واقفين ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا والخوف من أن يتجاوز دولة أوكرانيا ويذهب إلى مكان أو دولة أخرى. لكن الحديث عن تصدع الحلف أمر غير مقنع.
يعني البعض يقول أنه رغم برضو كل الدعم الغربي والمقاومة أيضا الأوكرانية حتى الآن، ولكن روسيا تتقدم على الأرض وفقا لكل طبعا البيانات الصادرة عن الكرملين والمسؤولين سواء في كييف أو حتى في موسكو، وبالتالي البعض يقول أنه هي بتفرض أو قادرة على فرض شيئا من شروطها. حتى العقوبات الاقتصادية هي ارتدت حتى الآن على الدول الأوروبية، وبالتالي البعض وبعض الخبراء يعني يتحدثون على أنه لأي مدى أصبح الآن الحديث عن وجود تسوية من قبل الدول الأوروبية حتى لا تخسر المزيد من الأوراق. يعني دي وجهة نظر. طبعا دي وجهة نظر لمن ينظر إلى روسيا بأنها فارضة إرادة على الأرض بالشكل الصحيح، لكن أنا في ظني في قراءتي، وأنا أفتكر أن القراءة عندي للأزمة دي متفق مع قبل بدايتها حديث على أن هل الأزمة ستستمر، كان عندي تحليل قلت أقعد طبعا. يعني دكتور أشرف أنا لا أسمعك للأسف بوضوح، ولكن هحاول أن أنا ألتقط بعض الكلمات. طيب هل حضرتك بتسمعيني أفضل دلوقتي؟ يعني دلوقتي أفضل. هو طبعا في حديث على أن الأزمة كانت ستنتهي في وقت، ولكن الأزمة ستستمر لكسر إرادة الجيش الروسي والعملية الروسية. يعني ده أمر اتفق الغرب عليه بشكل كبير، فكرة أن روسيا تحقق بعض الإنجازات والنجاحات بشكل محدود، ولكن مع نهاية 22 سنرى بعد عن الاعتماد على البترول والغاز الروسي. نتكلم في 23 عن مشهد مختلف، قد يفاجئ الروس نفسهم بأنهم أمام انكسار للإرادة الروسية. للأسف مفروض ده ما يحصل، وربما يكون هناك استعداد للتفكير كما خرج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان بالأعلام والاحتفال، ربما يكون هناك خروج روسيا قريبا من أوكرانيا بالأعلام والاحتفال. هذه العملية لن تقدم جديدا للسياسة الروسية، هي أنهكت الجيش الروسي، فقد أكثر من 30 ألف روسي في هذه الحرب، فقد ثلث القوات الروسية المعدات من طائرات ودبابات، عمليات الاقتناء القنص للدبابات والآليات العسكرية الروسية بقت مشهد يعني ظاهرا بشكل كبير يهدد طبعا يعني كرامة الجيش الروسي. وأفتكر أن ده من الأفضل الحديث الآن، أو ربما الغربيين يتحدثون الآن على أنهم يستعدون لأن العملية ستنتهي من طرف واحد، وأن الإرادة الأطلنطية ستكون قادرة على وقف تقدم الجيش الروسي خوفا من أن ينطلق إلى دولة أخرى. والدليل على ذلك أن الأمريكيين عادوا تقييم إعطاء أوكرانيا للصواريخ، والنهاردة أكدوا أنهم سيعطون صواريخ لأوكرانيا، مع الحديث على أنها لا تضرب موسكو، ولكن وموسكو حذرت من هذه الخطوة واحتمال حدوث مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وده وصل فعلا الرسالة، ولكن حديث التلفزيون الروسي والضيوف على أن أربع صواريخ صوتية نووية تستطيع إزالة الولايات المتحدة الأمريكية من شرقها وغربها، ده بيدل على أن الأمر بدأ يصل إلى موسكو برسالة بأن الجيش الروسي لا يحقق نجاحات في أوكرانيا، ولكن تظل ولكن البيانات يا دكتور أشرف حتى الآن وفقا طبعا لتصريحات الكرملين تقول غير ذلك، بانه على سبيل المثال هناك او العنوان الرئيسي في الوقت الحالي في العمليه العسكريه سيفرودونيتسك، وانه السيطره على تقريبا 70% من هذه المدينه، اخر مناطق او معقل القوات الاوكرانيه في لوغانسك، وايضا عدد من المناطق الاخرى اللي تم السيطره عليها، وهناك تقدم بشكل كبير في الشرق والجنوب الشرقي بشكل عام. وروسيا رغم كل هذه العقوبات والحديث عن عقوبات اقتصاديه سادسه مؤلمه وصعبه، ولكن هي ماضيه بالفعل في هذه العمليه العسكريه، والبعض تحدث الى انه هي تجاوزت العقوبات او تاقلمت مع نتائجها. شوف يا فندم، وجهات النظر طبعا سواء كانت من روسيا او من الاطلنطي بتدي طبعا روايتين مختلفتين. صحيح. ولكن ما اراه جيدا كمستقل كمحلل مستقل، انا شايف مثلا في العمليات العسكريه ان في تاخر خارجي، دي بتؤدي لنا دليل على ان القوات الاوكرانيه بدات ترجع القوات الروسيه مره اخرى
وبداوا يستعيدوا مناطق. ده بيدينا انطباع على ان مع استمرار العمليه في مناطق كثيره من المناطق التي احتلتها روسيا سترجع عنها مره اخرى. الدليل على ذلك قوه الدفع بالاسلحه المتطوره من دول الاطلنطي يبدو انها ستؤلم الجانب. هل الروس قادرين على انهم يستخدموا سلاح نووي؟ هم قادرين، ولكن لا يستطيعون ان يتجاوزوا هذا الخط الاحمر، لان السلاح النووي تداعياته كثيره، لان الامر ليس نوويا في يد روسيا فقط، ولكن يملك النووي امريكا، بريطانيا، فرنسا، فالامر ليس نزهه او فسحه بالحديث المتكرر عن السلاح النووي. وذكر استخدام السلاح النووي في التلفزيون الرسمي الروسي بيدل على ان هناك احساس بالخطر من كسر هيبه الجيش الروسي في اوكرانيا. الحديث عن ان بعض السياسيين قد طردوا من الحزب الشيوعي الروسي بسبب انتقاد للعمليه العسكريه وانها يجب تقف، ده بيدل على ان بدا يستشعر السياسيين بان هذه العمليه لم تحقق اهدافها ولم تصل بروسيا الى ما كانت عليه قبل هذه العمليه. كل ما قدمه الرئيس بوتين من ادخار وتطور للاقتصاد انتهى في ثلاث شهور. المخزون الاستراتيجي والاحتياطيات النقديه المرتفعه ذهبت الى اشلاء بسبب قرار انا في ظني انه ليس عقلانيا، لانه افقد روسيا موقعا استراتيجيا مهما في اوروبا وفي العالم. انا افتكر المتحالفين والمنضمين للجانب الروسي، انا لا ارى في الافق دولة مركزية قوية، حتى الصين الهند لم تقدم هذا الدعم المباشر. الأطلنطي عنده 30 دولة، في دول النهارده كلام أمين عام حلف الأطلنطي في واشنطن مهم يتحدث على أن هناك دول ستنضم للأطلنطي كما أشرت سابقا، ومن شمال أفريقيا ومن أمريكا الجنوبية ومن آسيا. الأمر نتحدث عن حلف يتوسع بشكل كبير وسيسيطر على إدارة الشأن الدولي، وده اللي خلى لافروف النهارده يتكلم على أن الغرب مصممين على حصار روسيا وعلى أن الغرب يتوسع. إذا كان موسكو موقفها ضعيف زي ما حضرتك ذكرت أو لم تحقق أهدافها من العملية العسكرية، هل ربما سنشهد الفترة المقبلة الموافقة للجلوس على طاولة المفاوضات دكتور أشرف؟ لا أظن هناك مفاوضات إلا بكسر طرف من الأطراف. يعني ليس هناك مفاوضات أراها في المدى القريب. يبدو أن القيادة الروسية مصممة، ويبدو أن الانتعاش الاقتصادي وقوة الروبل تعطي الديلوجن اللي هو إحساس بالوهم على أن روسيا تستطيع أن تكمل في 23. بعد منع طبعا 90% في نهاية 22 الاعتماد على النفط والغاز الروسي، نحن نتحدث عن اقتصاد روسي سيواجه تحديات ضخمة في 23، وربما مع كثرة الانكسارات وفقد الآليات ربما الضغط الاقتصادي سيكون كبيرا على القيادة الروسية، ربما يكون هناك حديث عن تراجع واحتفال بعودة القوات الروسية مرة أخرى إلى موسكو كما عادت في أفغانستان. إبان الاتحاد السوفيتي بكثير من الأعلام والموسيقات العسكرية وموسيقى بحيرة البجعة، يعني يبدو أن الأمر في أوكرانيا هي عبارة عن أن فيل دخل محل من الزجاج كسر ما كسر، ويبدو أن الغرب يستعدون لإخراج هذا الفيل بشكل ربما يحافظ على كرامته، ولكن إذا صمم على عدم التراجع لأنها أزمة ليس لها معنى وأنها حرب عبثية كما قال سكرتير عام الأمم المتحدة، يبدو أن الفيل سيواجه كثير من المشاكل قد تؤلمه وتؤلم كيانه في النظام الدولي، ويجب عليه ان ياخذ قرارا رشيدا بانه يجب ان تحافظ على القوى الروسيه بدلا من فقدها في حرب عبثيه لا تؤدي الى. لكن الجميع يعول على المفاوضات في الوقت الحالي، برايك دكتور اشرف من الطرف الذي يحتاج الى مفاوضات بشكل اكبر في هذه المرحله وفي هذا التوقيت؟ الطرفين الى الان لا يحتاجون ولا يحتاجون المفاوضات، لانها المفاوضات الان تبدا على وضع او فرض وضع سياسي تحقق من عمليه عسكريه، العمليه العسكريه لم تنتهي، كل طرف يستشعر بانه قادر ان يؤلم الاخر وفرض ورقه على طاوله المفاوضات، الى الان لن يكون هناك حديث عن المفاوضات،
عدا تركيا تحاول أن تتفاوض على نقل 20 مليون طن من القمح عبر أوديسا لنقل القمح الأوكراني إلى خارج أوكرانيا لتقليل من أزمة القمح والغذاء على مستوى العالم. هذه الحرب يبدو أنها لن تقدم للنظام الدولي إلا تأكيداً على أن الغرب استطاعوا أن يجمعوا قواديهم وأن يضغطوا بقوة أطلنطية ستعيد تشكيل السياسات الدولية في الفترة القادمة، كما أشار أنتوني بلينكين السكرتير عام الأمم المتحدة السكرتير عام الحلف الأطلنطي، قال كلاما مهما اليوم في واشنطن. قمة مدريد في يونيو في هذا الشهر ستكون قمة مهمة للغاية، لأنها ستعلن عن السويد بدخولهم الحلف الأطلنطي، يؤكد فشل العملية العسكرية التي كانت تخشى روسيا من أوكرانيا، ما بالك الآن. مع العلم يا دكتور أشرف أنه الرئيس الأوكراني قال أنه استعادة أجزاء من الشرق سيجبر الطرف الروسي للجلوس على طاولة المفاوضات، وفقا طبعا للرئيس الأوكراني، وده اللي احنا بنشوفه وبنراه بطلبه المستمر لمزيد من الأسلحة المتطورة من عدد من الدول الغربية. وفعلا الأسلحة المتطورة بدأت تجيله، يعني كان أول امبارح كان هناك رفض من بايدن، ربما يكون البيت الأبيض، مجلس الأمن القومي، مجموعة التايجر تيم أو مجموعة النمر اللي بيقودها سوليفان، يبدو أنهم لديهم طبعا تجديد أو مصادر معلومات متجددة تبدو تأتي من الداخل الروسي أو من تقييمهم للعملية العسكرية، بأنهم غيروا رأيهم وقرروا إمداد أوكرانيا بالصواريخ. وينتقل موضوع الردع من الكلام في الحديث النووي على الردع التقليدي، ولكن يبدو للأوكرانيين يجب أن يحصلوا على شيء ما يستطيعوا به أن يوقفوا التقدم الروسي ويخطئوه، وبالتالي ربما يضغطوا على روسيا مع نهاية 22 أول 23 بأن تأتي روسيا إلى مائدة المفاوضات ويتم طرح حديث عن الانسحاب الكامل من الأراضي الأوكرانية، ويبدأ تشكيل هيكل للنظام الأمني الأوروبي أو الأطلنطي، وروسيا يعني عاجلا أو لاحقا ستدخل حلف الأطلنطي وستكون عضو في الجماعة الأوروبية، لأن هذا هو التقييم لمستواها الاقتصادي ومستواها العسكري في السنوات القادمة. لا يمكن أن تتحدى عدد كبير من دول الأطلنطي كثلاثين دولة أو أربعين دولة، ويبدو أن الصين في نفس الموقف. يعني الواقعية تفرض علينا رؤية تختلف عما يراه المحبين والراغبين في هيمنة صينية أو هيمنة روسية، ولكن الواقع بقياسات القوة الشاملة سواء كانت الاقتصادية والعسكرية، الأمر يسير مع القوة الأطلنطية ولن يسير مع القوة الصينية والقوة الروسية، ودليل على ذلك أن كل من روسيا والصين لم تكون حلفا عسكريا حتى لو كان دفاعيا في مواجهة الحلف الأطلنطي إلى الآن. وبنشوف بولندا وأمريكا يعني دائما ما تقدم وعودا لكييف بأنها سوف يعني ستنتصر ويجب عليها الصمود بشكل أكبر. ما ده التأكيد، لأن ده هو الذي دفع طبعا زيلينسكي وأوكرانيا، لأنهم لو كانوا عقلانيين ما كانوش طبعا تحدوا روسيا بهذا الشكل، ولكن يبدو أنهم لديهم دعم غير محدود غير مسبوق، وتدربوا على أسلحة يستطيعوا بها مقاومة الدبابات الروسية ومقاومة الغزو الروسي، ويبدو أن الحقيقة الآن تسير في هذا الاتجاه. دليل على ذلك أن العملية العسكرية لم تنتهي في أسبوعين أو يومين أو شهرين، ومع استمرارها هو استمرار من النزيف، ولكن يبدو على القيادة الروسية أن تعيد التفكير مرة أخرى بكثير من العقلانية. كثير من الزعماء ذهبوا بقومية وبسلوجان انتهى بهم الأمر إلى فقد مناصبهم وفقد دولهم. يبدو أن يجب على روسيا أن تعيد حساباتها كدولة إقليمية في أوروبا، ولكن ليست دولة تستطيع أن تقود العالم كما يقود الأطلنطي الآن. الموقف الآن ليس أمريكيا بحتا، ليس بريطانيا. والجانب الروسي يعني ليس لديه يعني فكرة عن كل هذه المعطيات وأن هناك محاولات لاستنزاف القوات الروسية، أم هناك حسابات أخرى؟ فاندم كانت في مقالة في الفورين أفيرز كانت لطيفة جدا، قالت أن صانع السياسة
وصناع السياسه ممكن ان يصلوا بهم الامر ان يكونوا في معضله التفكير الجمعي، وهو ان يكونوا في غواصه مقفوله لا يستطيعون الهروب منها، وبالتالي القياده الروسيه والرئيس بوتين يفكرون بخط فكري واحد بعيدا عن سمع حقائق على الارض يجب ان يدرسوها جيدا حتى لا ينتهي بهم الامر الى فقد روسيا عسكريا واقتصاديا. هذا الامر يحتاج الى فتح افكار واراء، وده اللي يمكن جعل السياسي الروسي ان ينتقد هذه العمليه وتم طرده من الحزب الشيوعي الروسي او من المجلس الروسي، وهذا يدل على ان هناك عقلاء روس يرون ان اهداف هذه العمليه لا تساوي الخساره والضرر التي لحقت بروسيا اقليميا وعالميا. روسيا دوله مهمه ولها دور دولي محترم في ثقافتها. سأطرح هذا السؤال الهام يا دكتور أشرف على زميلنا من موسكو للإطلاع أكثر على آخر التطورات في موسكو، زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز من هناك. حسين، أولا لو تطلعنا على آخر تصريحات الكرملين ووزارة الخارجية هناك، تفضل. نعم خلود، بالفعل اليوم الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف علق على إمداد واشنطن القوات الأوكرانية بصواريخ لمواجهة القوات الروسية. هذه الصواريخ فقط تؤدي إلى استهداف القوات الروسية ضمن الحدود، حدود أوكرانيا. في وقت سابق كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ لاستهداف الأراضي الروسية، لكن هذا الأمر تم مواجهته من قبل روسيا بتهديد مباشر وصل إلى واشنطن على أن القوات الروسية ستنفذ قراراتها باستهداف مراكز صنع القرار. هذه المراكز لن تقتصر فقط على العاصمة الأوكرانية كييف، بل من الممكن استهداف أحد العواصم الغربية ومن هذه العواصم واشنطن، الأمر الذي أدى إلى تراجع الولايات المتحدة وتسليم فقط صواريخ في الحدود الأوكرانية بالداخل الأوكراني. أيضا بيسكوف اعتبر أن تزويد الولايات المتحدة القوات الأوكرانية بهذه الصواريخ من شأنها صب الزيت على النار، وهذا الأمر لن يساعد في استئناف الحوار بين موسكو وكييف. فطلب بيسكوف من الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على النظام الأوكراني من أجل الجلوس على الطاولة والتفاوض مع موسكو من أجل حل الأزمة بوقت سريع وليتم تحقيق الأهداف الروسية عبر الاتفاق التي من الممكن أن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، لكن الخطوة الأمريكية لا تبشر بهذا الشيء، بل على العكس حسب تصريحات بيسكوف الولايات المتحدة تريد إطالة أمد هذه المعركة لكي تحقق المزيد من المكاسب الاقتصادية والسياسية. أما وفي أزمة الغذاء العالمية اعتبر بيسكوف أن روسيا مستعدة للمساعدة في تخفيف حدة هذه الأزمة، لكن ذلك يجب أن يتزامن مع شرطين. الأول هو رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، والشرط الثاني هو إزالة كافة الألغام التي وضعتها القوات الأوكرانية في الموانئ. أما وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بيسكوف اعتبر أن هذا الأمر من الممكن أن يحصل، لكن اللقاء يجب أن يسبق باتفاق بين الطرفين. هذا الاتفاق يجب أن يقضي بتحقيق الأهداف الروسية. حسب الخبراء والمراقبين خلود، اللقاء بين بوتين طب هل لديك أي تفاصيل عن نحو هذا الاتفاق أو ما الذي يرضي الطرف الروسي في هذه المرحلة يا حسين؟ بالفعل خلود، الاتفاق التي سيرضي الجانب الروسي يجب أن يحقق الأهداف التي أعلن عنها بوتين في 24 من فبراير الماضي، أي يجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، منعها من الانضمام إلى حلف الناتو ومنع الحلف من نشر صواريخ وقواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية، وأيضا يجب أن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح لا تشكل خطر على الثقافة الروسية ولا تهدد مصالح وأمن روسيا.
بعد العقوبات الغربية وبعد إمداد الغرب القوات الأوكرانية بالمزيد من الأسلحة والمساعدات العسكرية، وأيضا بعد المماطلة الأوكرانية بإجراء التفاوض والجلوس مع الطرف الروسي، بالفعل زادت المطالب الروسية. بدأنا نسمع عن مطالب جديدة من قبل الجانب الروسي. الآن يتم حديث هنا في الداخل الروسي عن إمكانية ضم إقليمي لوغانسك ودانيتسك وبالإضافة إلى خيرسون في الشهر يوليو القادم إلى الأراضي الروسية. هذا الكلام أتى على لسان ليونيد سيولينسكي أحد أعضاء الوفد الروسي المفاوض مع الجانب الأوكراني. أيضا بعد توقيع الرئيس بوتين مرسوم بتسهيل حصول سكان زاباروجي وخيرسون على الجنسية الروسية، اعتبر الخبراء هنا بأن روسيا بالفعل تريد ضم جميع المدن التي يتم تحريرها من قبل القوات الأوكرانية. الخطوات التي تنتهجها القوات الأوكرانية لا تبشر بإمكانية عقد اتفاق بين الطرفين في الوقت القريب، بل على العكس وزارة الدفاع الروسية اليوم خلود في بيانها اتهمت القوات الأوكرانية باستخدام المدارس في نيكولايف وأديسا وتحويل المدارس إلى مستودعات ومراكز للأسلحة، إضافة إلى فرار بعض المقاتلين الذين كانوا بداخل مدينة سيفردونيتسك نحو الغابات المتاخمة للمدينة، وأيضا البعض الآخر من المقاتلين الأوكرانيين فروا نحو مدينة ليسيتشانسك. الآن المقاتلين الأوكرانيين يتخذوا من المباني السكنية في مدينة ليسيتشانسك كتحصينات لمواجهة القوات الروسية، وأيضا من جانبها الدفاع اتهمت المقاتلين الأوكرانيين المتواجدين في ليسيتشانسك بإطلاق النار من بين المباني السكنية على القوات الروسية، لدفع القوات الروسية بالرد على مصدر إطلاق النار وإصابة المدنيين. لكن الدفاع أكدت على أن القوات الروسية ستعمل جاهدة على حماية المدنيين وإجلائهم من داخل ليسيتشانسك واستمرار وملاحقة المقاتلين الأوكرانيين المتواجدين داخل المدينة. طيب حسين، القوات النووية الروسية أجرت تدريبات في إقليم إيفانوفو، البعض هنا تحدث عن تحذيرات أو استخدام ورقة الضغط النووية، ما الذي نفهمه من هذه الخطوة من رسائل؟ خلود، لو نتذكر في الأيام الأولى لبداية العملية العسكرية الروسية، الرئيس بوتين أمر قوات الردع الاستراتيجية، قوات الردع النووية في الجيش الروسي بالتأهب بنسبة 100%. هذا الأمر الذي أعلن عنه بوتين، بعض الخبراء اعتبروه على أنها رسالة واضحة من قبل الجانب الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، بأن أي تدخل من قبل واشنطن أو أحد أعضاء الناتو في الأزمة الأوكرانية، هذا الأمر سيؤدي إلى اشتباك مباشر بين روسيا وبين الناتو. هذا الاشتباك لن يقتصر فقط على اشتباك عادي بين روسيا وبين دول الناتو، إنما سيؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. هذه الحرب كما وصفها لافروف وزير الخارجية الروسية ستكون حرب نووية، حرب مدمرة. في الأيام الأولى لبداية العملية العسكرية، بولندا كانت تنوي إرسال مقاتلين رسميين من الجيش البولندي إلى الداخل الأوكراني لمواجهة القوات الروسية، لكن الولايات المتحدة حسب الخبراء هنا المقربين من الحكومة الروسية أكدوا على أن واشنطن أرسلت كلمة السر إلى بولندا ومنعتها من إدخال عناصر رسمية لمواجهة القوات الروسية. لعلم واشنطن بشكل جيد أن أي اشتباك بين بولندا كونها أحد أعضاء الناتو مع القوات الروسية، هذا الأمر سيؤدي حتما إلى اشتباك مباشر بين روسيا وبين الناتو، وهذا الأمر كما قلت سيؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة كما أكد وزير الخارجية لافروف. أما وبالنسبة للمناورات الأخيرة للقوات النووية في مدينة إيفانوفا الروسية، بالفعل خلود، هذه المناورة أتت أولا لتقديم الكثير من المعنويات للقوات الروسية، وأيضا أتت في إطار الرسائل التي توجهها روسيا إلى الدول الغربية وتحديدا إلى واشنطن. كل فترة روسيا توجه رسالة تهديد
بشكل مباشر بسبب الخطوات التي تتخذها واشنطن وبعد قرار الرئيس الأمريكي يوم أمس بإمداد القوات الأوكرانية بصواريخ لمواجهة القوات الروسية، دفع موسكو إلى إعلان المزيد من رسائل التهديد لمنع واشنطن عن تدهور أو عن اتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها تدهور الأوضاع الأمنية أكثر بين روسيا وبين الدول الغربية. طيب، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تخفيض صادرات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022 في خطوة البعض اعتبرها بأنها الأقصى بالنسبة للاقتصاد الروسي في هذا التوقيت، يعني فرضها الاتحاد أو قد يفرضها الاتحاد الأوروبي. نحن نتحدث عن حوالي 90% يتم تخفيض صادرات النفط الروسي بنسبة 90%، وهذه نسبة كبيرة جدا. ردود الفعل لديك؟ نعم خلود، بالنسبة للحزمة السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، هذا الأمر حتما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، حتما سيؤدي هذا الأمر إلى كسب روسيا أكثر على الصعيد الاقتصادي، كون أن روسيا تعتبر من المصدرين الأساسيين في العالم للطاقة والنفط. هذا ما أشار إليه اليوم الوزير لافروف خلال مؤتمره الصحفي في ختام جولته الخليجية. أيضا الجانب الروسي يؤكد على أن الاقتصاد الروسي سوف يتأثر من هذه الحزمة، لكن هذا التأثر لن يكون بالشكل الذي يريده الاتحاد الأوروبي، بل على العكس، الاتحاد الأوروبي سوف يتضرر أكثر، كون أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بنسبة كبيرة على النفط والغاز من روسيا. فمعظم الدول الأوروبية والتي تعد من أهم الدول الأوروبية، على سبيل المثال ألمانيا التي تعتمد بنسبة 40% على النفط من روسيا لكي تشغل شركاتها ومعاملها الاقتصادية، في حال أوقفت ألمانيا النفط من روسيا هذا الأمر سوف يؤدي إلى الانعكاسات السلبية على ألمانيا. بالفعل روسيا تعلم أن الاقتصاد الروسي سوف يتأثر من هذه الحزمة، لكنها بالمقابل تبحث عن الأسواق البديلة للأسواق الأوروبية. ما الأسواق البديلة يا حسين حتى الآن المتاحة؟ نعم خلود، بالفعل الصين، الهند، باكستان، كوريا الشمالية، هذه الدول تعد من أهم الأسواق البديلة التي تم تأمينها من قبل الجانب الروسي. هناك المزيد من الدول سوف تعلن عنها روسيا في الأشهر المقبلة، زيارات متكوكية يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين روسيا وبين الدول الصديقة. في الاتصال الأخير الذي جمع الرئيس بوتين مع نظيره الصربي، تم الاتفاق على تصدير النفط الروسي إلى صربيا لمدة 3 سنوات. أسعار هذا النفط ستكون متدنية جدا مقارنة مع الأسعار التي تبيعها روسيا إلى الدول الأوروبية. أيضا روسيا في الداخل عملت على تخفيض من إنتاجها النفطي لكي يؤدي هذا أو لكي يكون معدل الإنتاج يكفي الداخل الروسي، وبالمقابل روسيا سوف تبيع النفط والغاز إلى الدول الصديقة. البيع سيكون بأسعار متدنية كما وعدت روسيا، نظرا إلى وقوف هذه الدول إلى جانب روسيا ضد العقوبات التي تم فرضها من قبل الدول الغربية. زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من موسكو، شكرا لك. أعود مرة أخرى لدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بإكسترا نيوز، برحب بك مرة أخرى دكتور أشرف. دكتور أشرف حضرتك سامعني كويس؟ يمكن احنا كان معنا زميلنا حسين واحنا كنا يمكن بنتحدث عن نقطة المفاوضات، وحضرتك ذكرت بأنه هذه النقطة غير مطروحة في الوقت الحالي. زميلنا كان بيقول أنه الجانب الروسي ذكر بأنه ربما
يكون هناك مفاوضات، ولكن يجب على الجانب الأوكراني أن هو يوافق على بعض الشروط، أو هناك يعني بعض المطالبات من الجانب الروسي للجلوس على طاولة المفاوضات، بل وكمان زادت المطالب الروسية. البعض هنا قد يتساءل، يعني يمكن حضرتك ذكرت بأن روسيا لم تقدم أو لم تتقدم كثيرا يعني على الأرض، وموقفها ليس بالقوي. طيب إزاي موقفها ليس بهذه القوة في حال أنه في الوقت الحالي هي لا ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات، بل تزيد كمان من شروطها ومطالبها؟ أنا كما قلت حضرتك، يعني المفاوضات مستبعدة بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. كل طرف يطلب أن هو يضع شروطه مطلقا، وكل شرط منه هو هزا لكرامة كل طرف. يعني إذا روسيا طلبت المفاوضات مع أوكرانيا، ده هيترتب عليه أن أوكرانيا تعترف بشبه جزيرة الصرب، مش هتدخل الأطلنطي، هتدخل الاتحاد الأوروبي. دي هزة للسيادة الأوكرانية وللقيادة السياسية الأوكرانية. ده أمر طبعا غير مقبول. وبعدين ما ننساش أن يعني القانون الدولي حدد أمور واضحة فيما يتعلق بأن الغزو أو العملية التي تمت هو اعتداء على القانون الدولي. وفي أقاليم الآن الدونباس تقع تحت احتلال وغزو من الجانب الروسي. التفاوض سينتهي بأن تنسحب روسيا، ويبدو أن روسيا لن تنسحب، لأن روسيا تعلم جيدا أن قبول أوكرانيا في الأطلنطي هو تصريح أو إعلان باستعادة شبه. ووفقا كمان للعقيدة الروسية على مدار التاريخ، هل الانسحاب في الوقت الحالي وارد بالنسبة ليها؟ لا، هو الانسحاب سيكون انسحابا تحت الإجبار، ولن يكون انسحابا طوعيا، بمعنى أن القيادة الروسية تفكر فيما هو أبعد من الضباط، تفكر في العودة لاحتلال كييف، تفكر مرة أخرى إلى كما قال رمضان قادريوف بأنه سيذهب إلى بولندا، تفكر في أنها يمكن أن تغزو فنلندا أو دول البلطيق. الأمر مخيف للقيادة الأطلنطية، ولذلك تحالف الأطلنطي أو الكلام اللي قاله النهارده أمين عام حلف الأطلنطي وأنتوني بلينكن في واشنطن مهما للغاية. الأطلنطي سيواجه كل اعتداء يتم من دولة صاعدة تتمتع بعدم رضا كروسيا أو الصين. الخطر الحقيقي إذا ما كان هذا التحدي لا يوازن قوة كبيرة كالأطلنطي. يعني مع احترامي طبعا لمراسل إكسترا نيوز من موسكو، طبعا الصين لم تقدم إعلانا رسميا بأنها تشتري النفط الروسي، ولا الهند إلا بكميات معينة وبأسعار تفضيلية وسمح للهند، ولكن ويمكن كلام حديث حضرتك ذكرني كمان بتصريحات أخيرة لموسكو عندما قالت بأنه كييف تحاول جر الغرب في مواجهة مباشرة مع موسكو. بالتأكيد، وهو الجر حصل فعلا، هو بقى تو ليت، هو دلوقتي أصبحت مواجهة روسية ليس مع أوكرانيا، مع حلف الأطلنطي. يعني برضو أنا بوضح للسادة المشاهدين ليه الحديث كان عندي من ثلاث شهور أن أنا أتحدث عن نظام دولي فيسيطر عليه حلف الأطلنطي وليس الولايات المتحدة الأمريكية. هذا امر يعني واضح بشكل كبير. الدول الاطلنطيه كما قال انتوني بلينكن وقال الامين العام لحلف الاطلنطي اليوم في واشنطن، قال ان الحلف الاطلنطي تجمع، وان هذه الازمه استطاعت ان تربط الاوروبيين وتربط كندا والولايات المتحده، وستنضم استراليا وستنضم اليابان ونيوزيلندا. يعني رئيس وزراء نيوزيلندا كانت في واشنطن، كانت موجوده في امريكا. الحديث على أن هناك دول ستدخل حلف الأطلنطي أصبح حديثا يعني كبيرا في السياسات الدولية الآن. هذا أمر يبدو أنه سيفتح مجالا لشكل النظام الدولي سيسير إلى أين. ستقف الصين وروسيا لوحدهما في مواجهة قوة ضاربة كقوة كبيرة اقتصاديا وعسكريا. يجب أن نكون يعني واقعيين بالورقة والقلم ونحسب حسابات للقوة الشاملة. السلاح النووي، يعني الحديث على أن روسيا حلفائها كوريا الشمالية، كوريا الشمالية ليست قوة اقتصادية أو قوة عسكرية، هي تملك سلاح نووي. هذا أمر ليس كاف.
روسيا حلفائها دول كانت في الاتحاد السوفيتي السابق، دي دول ضعيفة يعني لا تملك قوة عسكرية أو قوة اقتصادية. من هم الحلفاء؟ إذا تحدثت عن حلفاء اللي روسيا حاطط فيهم، يجب أن نتحدث عن تكوين حلف يكون فيه روسيا والصين والهند يمثلون مركزا لتجمع لدول تستطيع أن تواجه الأطلنطي. ولكن الذي أراه الآن أن الهند تستفيد من فرص لطبيعة الموقف للحصول على أسعار النفط وأسعار التبضيلية، ولكن هذا لم يستمر في المستقبل. الصين لم تقدم، الصين لم تقبل فتح المجال الجوي لطائرات الروسية حتى العقوبات الأوروبية. يعني في حديث عن الصين يجب أن نسمعه بعقلانية. نائب وزير الخارجية الصيني تحدث بأنه يجب على بكين أن تبعد بمسافات يعني بعيدة عن موسكو حتى لا تنجر إلى العقوبات الأمريكية والأطلنطية عليها. والصين لها تحالفات اقتصادية كبيرة مع المجتمع الغربي. احنا نتحدث عن قوة اقتصادية ضخمة تستطيع أن تتحمل قطع النفط والبترول والغاز الروسي. نتحدث يعني أيضا عن حزمة عقوبات سادسة هي يعني قاسية بشكل كبير، واتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على خفض صادرات النفط الروسي بنسبة 90% بحلول عام 2022. بالتأكيد، وده طبعا لم يستطيعوا أن يقدموا هذا الأمر في اجتماعهم باستثناء المجر. ودي كلها طبعا دول يعني ستحتاج يعني نفطا، ولكن لن تمد الخزانة الروسية بأرقام كبيرة. ويمكن احنا بنتكلم عن المجر كمان، موقف المجر أو وضع المجر حساس شوية، لأن احنا بنتكلم على أنه هي بتعتمد حوالي 65% من نفطها عبر شبكة الأنابيب اللي بتمر عبر أوكرانيا. وطبعا هناك تخوف من أنه يتم استهداف هذه الخطوط نتيجة للعملية العسكرية في أوكرانيا. وبالتالي البعض هنا ممكن يتحدث على أنه هل الجانب الهنغاري ينظر إلى هذا الملف من الزاوية الاقتصادية، ولا كمان في علاقات أصلا سياسية ما بين البلدين، خصوصا ما بين فيكتور أوربان وبين بوتين؟ في طبعا توافق عقلي وفكري بين فيكتور أوربان وبين الرئيس بوتين، ولكن سياسة المجر المستقبلية لا يمكن التضحية بسياستها في سبيل طبعا يعني الوضع الاقتصادي سيء للمجر في المستقبل. أنا أفكر أن المجر يعني بتراهن على الشورت تيرم اللي هو نهاية 22، ولكن مع بداية 23 سيكون الأمر مختلفا بالنسبة للمجر وباقي الدول الأوروبية، على أنهم يجب وقف مد الروس بأي إمدادات اقتصادية ودعم الخزانة الروسية من إجمال النفط أو الغاز. هذا التحدي الذي سيضغط على القيادة في الكريملين لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا، ويبدو أن العملية العسكرية أنا أرى أنها ستنتهي في 2024 باعتبار أن عام 23 سيكون عام الاختبار الحقيقي وعودة القوات الروسية بالأعلام إلى موسكو، ويعني خروج الصين من محل الزجاج باحتفالات لعودته مرة أخرى لموسكو، ولكن ستشارك روسيا بإعمار أوكرانيا وكل ما كسر وما هدم للدولة الأوكرانية. أنا بشكر حضرتك على مشاركتك معنا في آخر ساعة، دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز، بشكرك على وجودك معنا. طيب احنا هنروح لفاصل وهنكمل من بعده آخر ساعة. برحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن الفقرة دي مهمة جدا، هنتكلم فيها عن نتاج استمرار العملية العسكرية وتأثيرها على الاقتصاد، تأثيرها على قضية مهمة جدا، الأمن الغذائي، ودي قضية عالمية بتمس العالم كله. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد النهاردة أنه من غير الممكن حل أزمة الغذاء في العالم دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية، وأكد أنه بيواصل بذل كل جهد ممكن لدفع الحوار قدما في هذا الاتجاه. ومع ذات الإطار سبق وأن حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو من أنه نحو 220 مليون شخص هيواجهوا الجوع
وانعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي. أيضا قد تواجه البلدان التي ليس لديها إنتاج محلي للأسمدة صعوبة في الوصول إليها مع عواقب وخيمة على نظام الغذاء العالمي. على العموم للمزيد احنا بينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد شادي الباحث بالاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ المشاهدين. عبر الصوت والصورة بينضم إلينا دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ خلود، شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. يمكن إحنا بنشوف تحذيرات دولية بوجود أزمة غذاء عالمي، وإنه بعد شهور لو استمر الحال على ما هو عليه هنشهد مجاعة. البعض بيقول لا يعني في تهويل لموضوع المجاعة ده. لأي مدى هذه التحذيرات يجب أن يعني نأخذها على محمل الجد؟ لا، يجب أن نأخذها بمحمل الجد بشكل يعني كبير جدا. الأزمة أصلا مش بس أزمة يعني معروض غذائي، لا الأزمة عميقة. يعني في الغالب بتبقى الأزمة أزمة عدم وصول المنتج إلى السوق، لكن الأزمة المرة دي أعمق بكتير جدا. الأزمة أصلا في عدم وجود المنتج أصلا. حضرتك عارفة أنه عندنا ما يطلق عليه سلاسل الإمداد. سلاسل الإمداد دي بتوصل المنتج من المنتج بتاعه إلى المستهلك، بيمشي في سلسلة طويلة بتوصل في الآخر إلى المستهلك. المشكلة بقى أنه إحنا عندنا المنتج أصلا ما خرجش من الأرض. يعني في الأزمة في روسيا في أوكرانيا يعني عميقة لدرجة أنه اولا في عمليات عسكريه بتجري في المناطق اللي بيحصل فيها الزرع بتاع القمح يعني او الغلال عموما. العمليات دي مأثره اول حاجه على الانتاج نفسه بشكل كبير، مقلله الانتاج يعني لدرجات كبيره جدا. ثانيا العمليات نفسها مهجره عدد كبير جدا من المواطنين الاوكراني اللي بيشتغلوا اصلا في عمليات الزراعه. عندنا اكتر من 2 مليون لاجئ ونازح اوكراني في الاقليم اللي هو السهل الاوروبي المنبسط اللي بتحصل فيه عمليات الزراعه بشكل كبير، بالتالي الانتاج نفسه اقل بكتير جدا. حتى الانتاج لما طلع عندنا روسيا محاصرة جزء كبير جدا من الموانئ الأوكرانية سواء في البحر الأسود أو بحر الأزوف. نتكلم عن حوالي حتى الآن موجود في أوكرانيا 25 مليون 25 مليون طن قمح موجودين في الموانئ الأوكرانية والأراضي الأوكرانية غير قابلة أو مش عارفة تخرج من الموانئ الأوكرانية. عشان كده بدأت تحصل يعني مفاوضات بين أوكرانيا وبين رومانيا على أساس أن هو يجري نقل هذه الكميات إلى الموانئ الرومانية على البحر الأسود عشان يبدأ تصديرها، لكن طبعا في عواقب لوجستية ضخمة جدا. بالتالي احنا عندنا مشكلة ضخمة جدا في وصول الانتاج، اصلا خروج الانتاج من المنتج الى يعني المشتري الاول اللي هيبدأ بعد كان له الى المستهلكين. ده المستوى الاول. المستوى الثاني اصلا في كمان ارتفاع بشكل كبير جدا للسلع الاساسيه بشكل عام، وبالذات الغاز والبترول اللي بيدخلوا في عمليات اصلا تصنيع الاسمده، وبالتالي كمان هيبقى عندنا ارتفاع في ثمن الاسمده، فده يزود ثمن الاغذيه بشكل كبير جدا. لان حضرتك زي ما عارفه واحده من اهم المدخلات في عمليات الزراعه هي الاسمده يعني، وبخلاف انواعها سواء النيتروجينيه او النيتروجينيه او الازوتيه، ودوت هيضغط بشكل كبير على الجزه. فحتى الجزه الموجوده هيبقى ثمنه عالي، مش بس لانه الطلب عليه عالي والمعروض منه اقل، لا لان ده كمان مدخلات الانتاج بتاعته عاليه. وبالتالي عندنا يعني عناصر مركبه للازمه، سواء ازمه معروض، سواء ازمه مدخلات انتاج عاليه، سواء حتى ازمه طلب عاليه او طلب جارف من العالم بسبب عمليات الفتح اللي حصلت مره واحده بعد كورونا. التضخم يعني اللي نتج عنه تضخم اصلا نتج عن ما يطلق عليه الدوره الفائقه اللي حاصل بسبب عمليات الفتح اللي حصلت في العالم بشكل طيب واحد. دكتور يعني. محمد خلينا نشوف مدى تأثير هذه الأزمة الروسية على نقص الغذاء في العالم، ونرجع نستكمل باقي الحديث. We'll be right back.
دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برحب بحضرتك مرة تانية. وزي ما كنا بنقول الأمين العام للأمم المتحدة قال إن أزمة الغذاء ستستمر لسنوات، وإحنا شفنا تحركات من مصر قبل عدة سنوات في هذا الإطار، شفنا مشروعات قومية استصلاح أراضي زراعية، وكان آخرها كمان تحديدا آخر سنتين، وساعتها القيادة السياسية قالت إنه إحنا مش هنعتمد فقط على الزراعات الرفاهية، ولكن هنا هنركز في استصلاح هذه الأراضي على المحاصيل الاستراتيجية اللي هي بتمثل أمن قومي بالنسبة للمواطن المصري، وبالتالي أهمية هذه التحركات اللي قامت بها مصر خلال السنوات الأخيرة علشان طبعا تحافظ أو تضمن أو تتفادى أي مشاكل ممكن أن احنا نتعرض ليها وتسبب طبعا مشكلة أمن غذائي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذة خلود، شكرا جزيلا لضيف حضرتك. طبعا موضوع الأزمة العالمية للغذاء أزمة تمس كل الدول تقريبا، ولعلنا في الأيام الأخيرة وليست في الأسابيع كل الدول بما فيها الدول المتقدمة اللي كان عندها رفاهية نوعا ما في سلاسل الإمداد بدأت تاخد إجراءات قاسية، لأن الأزمة أصبحت أزمة عالمية تمس الكل. دي أول نقطة لازم تكون معروفة. النقطة الثانية، مصر بدأت إجراءاتها الفعلية في حفظ وحماية ملف أمنها الغذائي من سنوات، يعني الحمد لله، ولولا هذه الإجراءات التي تم اتخاذها في خلال الأربع خمس سنوات اللي فاتت لكان هيبقى في مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة، نقطة أن برضو ما ننساش أن يوجد محدودية شديدة جدا في أهم موردين للزراعة وهما المياه والأراضي، ولعلنا شفنا في افتتاح فخامة الرئيس لمشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة أن تكلفة زراعة الصحراء تكلفة باهظة، هذه التكلفة في ظل محدودية كبيرة كمان في عندنا بالنسبة للاقتصاد الموجود. مصر قامت بإجراءات مهمة على مستوى كل المحاور الخاصة بتأمين المحاصيل الاستراتيجية بالتحديد، بتكلم على محاصيل حبوب والحمد لله دلوقتي المحاصيل السكرية، التوسع الأفقي زي ما قلت لحضرتك هو زراعة الصحراء. خلي بالنا برضو ان لم يعني في خلال ايام قليله انتقل السيد الرئيس بكامل هيئات الدوله من اقصى جنوب مصر على الحدود مصر الجنوبيه الى اقصى شمال مصر في فتح افاق للامل لكل المصريين، وكان الدوله المصريه بتدي رساله مهمه انها لن تترك شبر على هذه الارض بدون تنميه وبدون استصلاح وبدون زراعه وبدون استفاده من كل قطره ميه موجوده. شايفين إجراءات ومشروعات على كل المستويات، مشروعات إيجاد مصادر بديلة للمياه، محطة بحر البقر اللي تكلفت مليارات الجنيهات، الدولة ما بتعملش كل هذه المشروعات عبثا، حتى على مستوى محاور الطرق كل طريق بيتعمل في كل مكان ليس فقط لتسهيل الحركة ولكن دائما وأبدا مرتبط به أفاق للتنمية أخرى، إما إنشاء مناطق صناعية إما استصلاح أراضي زي ما شفنا في طريق الضبعة، يعني لولا طريق الضبعة ما كانش هيبقى فيه مستقبل مصر ولا الدلتا الجديدة. الدولة بتقوم بإجراءات كلها متكاملة والحمد لله رب العالمين، ولعل من فترة طويلة جدا ما كانش التخطيط الاستراتيجي على مستوى المشروعات القومية بيكون بالتكامل ده على جميع المستويات. فالمواطن البسيط اللي سمعنا دلوقتي عاوز يقول أنا عاوز ألمس الكلام ده دلوقتي، خلي بالنا إحنا خارجين من أزمات كبيرة، والأزمات الحالية حتى أزمات أكبر من قدرات دول مهمة ودول كبرى، فالثمار كل هذه الأمور وكل هذه المشروعات لا يمكن تكون في خلال شهور أو حتى يعني سنين قليلة، مشاريع ولكن في دفع بتظهر على المدى القريب وفي مشاريع أكثر أخرى على المدى البعيد، وبالفعل احنا شفنا مشاريع كثيرة جدا بدأت ان هي يعني تؤتي ثمارها وبدأنا ان احنا نشوف نتائجها على أرض الواقع في هذا التوقيت. يمكن احنا عدينا كمان بظروف صعبة، احنا عدينا بأزمة كورونا ويعني كانت في صدمات خارجية كثيرة جدا على الدولة المصرية، الدولة قدرت ان هي تتحملها على عكس اقتصادات دول كبرى ما قدرتش ان هي تتحمل يعني هذه الأزمات. أنا هرجع لحضرتك مرة تانية دكتور محمد علي. دكتور شادي،
يمكن دكتور محمد علي كان برضو بيتحدث عن نقطة مهمة، ان احنا فعلا العالم كله خرج من ازمات متتالية اثرت علينا بشكل كبير، ويمكن قبل هذه العملية العسكرية كان في دول بالفعل قربت على الافلاس بسبب طبعا أزمة كورونا، بسبب ظروف معينة، وجت بقى العملية العسكرية أثرت بشكل كبير جدا على الأسعار وعلى سلاسل التوريد وغيره وغيره. طيب هذه الدول هل في حلول لها أن هي تخرج من هذا المأزق، ولا خلاص يعني المجاعة هتضربها؟ طيب هو بداية كده احنا يعني واحنا واقفين دلوقتي عند الأزمة الروسية الأوكرانية دي، احنا ضربت العالم أربع أزمات قبله، قبل الأزمة دي أولا بداية من أزمة الحرب التجارية الأمريكية الصينية، مرورا بقى بأزمة كورونا اللي بدأت من أوائل 2020، بعد كده عدينا في حاجة اسمها أزمة الدورة الفائقة، بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية اللي موجودين فيها. أربع أزمات أثروا على التجارة الدولية بشكل كبير جدا، وأثروا على اقتصادات العالم كلها بشكل كبير. زي ما يعني دكتور محمد اتكلم قال ان احنا عندنا يعني الازمه مش بعيد عنها اي حد خالص، حتى الدول الكبرى. يعني كان من حوالي اسبوع كده اصدر يعني مكتب الاحصاء الملكي البريطاني يعني تقرير بيقول انه في اسره من كل اربع اسر بريطانيه خلال الشهر اللي فات اللي هو شهر مايو تخلت على الاقل عن وجبه واحده من غذائها خلال الشهر دوت. وده معناه ان الازمه طايله بدول العالم كلها بما فيها الدول المتقدمه. الولايات المتحده الامريكيه الرئيس بايدن اتكلم عن انه التضخم انفلت فعلا، وان احنا دلوقتي بنواجه موجه من التضخم الجارف صعب السيطره عليها، والمواطنين الامريكان بداوا فعلا يشعروا بارتفاع الاسعار بشكل كبير. عندنا المانيا على سبيل المثال انت ليك حصه معينه، يعني مش هينفع تاخد اكتر من ازاده زيت. صحيح. لا يعني ده انت ليك حصص معينه، واحنا بنتكلم عن المانيا دوله كبرى. صحيح. الفكره هنا انه مفيش دوله بعيده عن الازمه، وده لسبب. الدول الكبرى الازمه مساها بشكل كبير جدا، مش علشان ما عندهاش مخزون نقدي تقدر تشتري بيه، لا، لان هي عندها مخزون محدود من السلع، وده بسبب ما كان بيطلق عليه قبل كده يعني الجاست ان تايم مانيفاكتشرنج او التصنيع اللحظي، اللي هو بيحاول يقلل بشكل كبير جدا عمليات التخزين بحيث ان هو يقلل ثمن الانتاج وتكلفه الانتاج، مش عاوز يخزن سلع كتيره، بيخزن يا دوبك على قد عمليات التصنيع بتاعته. كل ما عمليات التصنيع دي يعني احتاجت مدخلات، في ثانيه واحده بيشتري المدخلات بتاعته لان المعروض غير محدود والعمله متوفره. يعني دلوقتي المعروض قليل، العمله مش عارفه تشتري، فبالتالي مضغوط عليه. العكس بقى في الدول الناميه اللي ما عندهاش اصلا مخزون نقدي، وفي نفس الوقت ما فيش معروض سلع في السوق، فبتواجه الازمتين. بالتالي احنا عندنا الازمتين موجودين في سؤالي بقى ازاي هتخرج من الازمه؟ حاجتين مفيش غيرهم. اول حاجه بالنسبه للدول المتقدمه اللي معاها فلوس، يعني لازم السلع تتوفر في السوق، وعلشان كده حضرتك شايفه في جهود كبيره جدا من الامم المتحده علشان توفر السلع في السوق، والرئيس الروسي بيلغب بالسلاح دوت ان هو مش هيخرج السلع في السوق الا اذا العقوبات خفت عليه. ده بالنسبه للدول المتقدمه. بالنسبه للدول الناميه لازم تحصل عليها مساعدات واسعه جدا، توفر لها بقى برامج لتوفير النقد، يعني سواء باسقاط الديون الحاله او بتوفير برامج مساعدات سواء من البنك الدولي او من صندوق الدولي او حتى من المؤسسات التنمويه الاوروبيه، بحيث ان احنا نبدا نوفر يعني فلوس للدول الناميه علشان تبدا تواجه الازمه الحل عليها وعلى شعوبها، بحيث ان احنا نقلل معدلات الجوع ونرجع تاني لمستهدفات الامم المتحده في الاجنده التنميه الدوليه. يعني الاثنين لازم يتوفروا، السلع لازم تتوفر والنقد لازم يتوفر. صحيح. طيب دكتور محمد انا برحب بحضرتك مره تانية، وزي ما كنا بنقول ان روسيا واوكرانيا تصدران حوالي 30% من القمح العالمي، والقمح بالنسبه لنا احنا يعني سلعه استراتيجيه هامه، ومصر بالفعل كان ليها نظره وقامت باتخاذ عدد من الخطوات، عدد من المشاريع الزراعيه الهامه للحفاظ على الامن الغذائي. احنا عندنا كمان مشروع الصوامع، اهميه هذا المشروع للحفاظ على مستوى كمان آمن من احتياطات السلع الغذائية. ما هو ده استكمالا للكلام اللي كنت بقوله، ان الدولة اشتغلت على عدة محاور كلها محاور بتخدم بعضها. بس انا عاوز اقول حاجة مهمة، ان بالحسابات بالورقة والقلم، بما ان انا شغال في مجال الزراعة بقالي فترة طويلة، بالورقة والقلم كان المفروض في ظل هذه الازمات يبقى في مشكلة كبيرة في سوق الغذاء في مصر، كان المفروض يحصل كده بالورقه والقلم والمنطق. الحمد لله بفضل من ربنا وبجهود الدوله المخلصه وبقيادتها وبكل اجهزه حكومتها، الحمد لله قدرنا نتجاوز وهنتجاوز باذن الله كل هذه الازمات بسبب الاجراءات دي، وهي اجراءات كانت بدري شويه. من ضمن هذه الاجراءات المهمه
ان لازم يبقى في عندي ساعات تخزينيه مهمه للحفاظ على الاحتياط الاستراتيجي من السلع الاستراتيجيه زي القمح، وده اللي قامت بيه الدوله فعليا بعد ما كنا عندنا فقط لا غير اقل من 1.4 مليون طن اقدر اخزنهم. الحمد لله دلوقتي عندنا ساعات تخزينيه تتجاوز ال 5 مليون طن، وان شاء الله في طريقها للزياده. الصوامع اللي اتعملت دي اتعملت بتكلفه قد ايه في ظل هذه الظروف؟ دي سؤال مهم انا بطرحه حتى على اللي بيسمعنا دلوقتي من المواطن البسيط. دي تكلفت مليارات ومليارات المليارات من الجنيهات، الدوله استقطعت هذه الاموال وفي الغالب من ميزانيتها لبناء هذه الصوامع ليه؟ عشان اقدر احمي احتياط استراتيجي من محصول مهم زي القمح، والا كان هيبقى في مشكله كبيره في ظل ان الاسعار العالميه تضاعفت، في ظل ان الدول كلها بتئن تحت هذه الازمه. خلي بالنا من نقطه مهمه، ان الازمه دي ازمه كبيره بالمناسبه، لانها ازمه من وراء ازمه جت صحيح. جت كوفيد الكورونا وشفنا عمل ايه، فوجئنا بازمه سياسيه كبيره بتضرب مناطق مهمه من مناطق انتاج الحبوب في العالم، روسيا واوكرانيا. احنا بنستورد تقريبا معظم استيرادنا من القمح من هذه الدول. هيجي سؤال برضو مهم تاني، طب واحنا بنستورد قمح ليه؟ عشان انا موقعي الجغرافي زراعيا انا ما عنديش مطر تقريبا، انا عندي صفر مطر. كل دوله عندها احتياطي وعندها فائض من انتاجها بتزرع على المطر، ما فيش دوله بتزرع على ميه ري، او بتزرع في محدوديه شديده في الاراضي، معظم اراضي مصر الصحراويه، وهتقدر توصل لاي اكتفاء ذاتي. الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من سلع كثيره موجوده بما فيها سلع استراتيجيه زي الرز بالمناسبه، والحمد لله في طريقنا للسكر. لو شفنا، انا بس عاوز حد كمان يعمل حاجه بسيطه جدا، يروح يبص على الدواوين عام الوزارات ويشوف الوزراء ويشوف اجهزه الحكومه شغاله ازاي. دول شغاله كانهم جنود في الميدان بالظبط، 24 ساعه شغل معالي وزير الزراعه. لو حضرتك تشوفي بيتابع ملف توريد القمح كل ثانيه مش كل دقيقه على كل المديريات كل الادارات. انا بتعامل مع مساحه كبيره من القمح يجب توريد اكبر جزء ممكن منها، والحمد لله بجهود المزارعين المخلصين بدا يبقى في كميات محترمه من التوريد وفي طريقها ان شاء الله كمان. فكل هذه الجهود جهود بتقوم بها الدوله المصريه مشكوره، وهي جهود فوق الطاقه بصراحه، يعني جهود هنستكمل طبعا هذه الجهود اللي قامت بها مصر. وهعود لحضرتك مره ثانيه دكتور شادي، يمكن حضرتك قلت جمله استوقفتني، قلت انه الازمات على مدار التاريخ بتتكرر. طيب في هذا الاطار البعض بيقول ان بعض البلدان لم تتعلم من الدرس. هنا بقى يعني الدول العربيه، خلينا نتكلم عن الدول العربية، لأي مدى الدول العربية قادرة على صياغة حلول معينة؟ البعض بيتحدث عن مثلا الاستثمار في الأراضي الزراعية على سبيل المثال، البعض الآخر بيتكلم عن الشراء الموحد للحصول على أكبر حصة بأسعار مناسبة. هل هذه الحلول برأيك متاحة؟ متاحة مع إرادة سياسية، لازم يكون عندنا إرادة سياسية عربية موحدة ل يعني الخروج بمثل هذه المشاريع، لان زي ما حضرتك عارفه المشاريع دي اولا عاوزه يعني اتفاق واسع، عاوزه كمان اراده سياسيه كبيره، وعاوزه يكون في يعني استقرار داخلي في البلدان العربيه. الفتره اللي فاتت البلدان العربيه تعرضت لموجه يعني ضغطه جدا سياسيه واقتصاديه اثرت على بشكل كبير جدا يعني على اتخاذ القرار جواها. الازمه زي ما حضرتك قلتي بدايه كده متكرره، 2008 حصل نفس الموضوع بالظبط بس جاي من الاتجاه العكسي. المحصله بتاعت الازمه حصل فيها ارتفاع بشكل كبير جدا لاسعار المواد الاساسيه، اسعار الغذاء، اسعار النفط. وصل برميل النفط في 2008 ل 140 دولار، طن الحديد وصل ل 1000 دولار، بالتالي الازمه متكرره. علشان كده الدول العربيه المره دي كان يعني عندها لحد ما يعني سابقه في التعامل مع الازمه، كان عندنا يعني قدره الى حد ما على يعني هندلتها. زي ما حضرتك شفت كده في تحركات عربيه مش على المستوى العربي كله لكن على مستوى مجموعات من الدول العربيه. يعني كان عندنا الاسبوع اللي فات لقاء ما بين قاده الامارات ومصر والاردن علشان يبداوا يخرجوا بمشروع موحد للتعامل الصناعي. عندنا كمان علاقه وطيده خالص ما بين مصر والمملكه العربيه السعوديه والامارات من جانب تاني في تعاملات في موضوع انتاج الطاقه يعني والاستثمار الاجنبي المباشر سواء في مجالات الميه او الطاقه،
بحيث ان احنا نعزز يعني الفائض من الطاقه اللي ممكن نوجهه بعد كده لتحليه المياه، اللي ممكن نوجهها بعد كده لاستصلاح كميات او معالجه حتى كميات من المياه توجه بعد كده الى الاستصلاح الزراعي والانتاج الزراعي بشكل كبير. الافاق مفتوحه، المشكله مش في الامكانيات، الامكانيات يعني الدول العربيه عندها امكانيات ضخمه جدا ان هي يعني تخرج بحلول واسعه تقلل الضغط اللي حصل عليها، سواء الامكانيات الماديه او التكنولوجيه او حتى امكانيات راس المال او امكانيات الارض، الفكره مش او مدخلات الانتاج عموما يعني مش الارض بس، الفكره كلها انه يكون في اراده سياسيه ويكون في يعني اتجاه كده لاستغلال الامكانيات دي على مستوى القيادات، لان زي ما حضرتك عارفه القيادات في الدول العربيه كلها مضغوطه بالاحوال السياسيه الموجوده، الاحوال الاقتصاديه اللي العالم متغير فيها، ديناميكيات العالم سريعه جدا يعني فالموضوع عاوز حقيقي اراده سياسيه قويه جدا عشان نقدر نخرج بهذا التكتل او هذا التحالف اللي ممكن يستثمر الامكانيات دي بشكل واسع. حضرتك كنت بتقول انه التداعيات برضو الاقتصاديه اثرت بشكل كبير جدا على ارتفاع الاسعار وعلى الولايات المتحده الامريكيه، هي بتعتبر من اكبر الاقتصادات في الدول كلها. احنا معنا زميلنا من الولايات المتحدة الأمريكية هيكلمنا عن ملف الغذاء الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية. بينضم إلينا الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز من واشنطن. كريم أنا برحب بيك أولا، ولو يعني تحدثنا أكثر عن تصريحات الإدارة الأمريكية حول أزمة نقص الحبوب. نعم خلود، بالتأكيد آخر التصريحات التي خرجت عن الإدارة الأمريكية حول أزمة الغذاء العالمية بسبب نقص الحبوب والذي يعني حدث بعد العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا على مدار الشهور الماضية وإغلاق الموانئ الأوكرانية، ما يعني خرج عن أن هناك معلومات تفيد بأن نحو 20 مليون طن من الحبوب الغذائية محتجزة داخل الأراضي الأوكرانية بسبب عدم قدرة إخراجها بسبب محاصرة القوات البحرية الروسية للشواطئ الأوكرانية. آخر التصريحات خرجت اليوم عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والذي ذكر بأن الولايات المتحدة بالتأكيد تشعر بقلق بالغ إزاء حالة النقص العالمي من الحبوب الغذائية، وبالتالي أدى ذلك لارتفاعات في أسعارها. وعلى مدار الفترة الماضية كان البيت الأبيض رفض اقتراح او مقترح من الجانب الروسي من الكرملين الروسي، ذكر فيه بانه يتم تخفيف العقوبات الامريكيه الاوروبيه التي فرضت على روسيا نظير فتح القوات البحريه الروسيه للاجواء او للموانئ البحريه المحيطه باوكرانيا، خاصه ميناء اوديسا الذي يطل على البحر الاسود، وايضا هناك عدد من الالغام البحريه التي زرعتها القوات الاوكرانيه في محيط هذا الميناء، وبالتالي يجب ايضا ازاله تلك الالغام. ويعني على مدار الفتره الماضيه المجتمع الامريكي تاثر بتلك الازمه بسبب ارتفاعات يعني قياسيه في اسعار الغذاء في الولايات المتحده، ولكن بشكل عام لن تعاني الولايات المتحده بشكل كبير من نقص في الحبوب الغذائيه او في الغذاء بشكل عام، لانها كانت تستورد يعني كميات قليله من الجانب الاوكراني، وبالنسبه لاستيرادها من الجانب الروسي نتحدث عن يعني نحو 34 مليون دولار هو حجم الواردات الأمريكية من الجانب الروسي فيما يتعلق بالحبوب الغذائية والفاكهة والخضروات، من إجمالي 30 مليار دولار كواردات كلية حدثت عام 2021 من الجانب الروسي. وبالتالي خلود يعني لن تتأثر الأسواق الأمريكية بحالة النقص الحاد في الحبوب الغذائية على المستوى العالمي. طيب في قضية تانية يا كريم، يمكن هي بعيدة شوية عن الأزمة ولكن هي متعلقة بالحديث عن أزمة نقص الألبان الصناعية للأطفال من الأسواق الأمريكية، لو تحدثنا أكثر عن هذه الأزمة. كريم معنا؟ احنا معنا كريم ولا فقدنا الاتصال؟ طيب على ما يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بزميلنا كريم، ولكن انا طبعا هنحاول نتواصل معاه مره ثانيه علشان ازمه نقص الالبان الصناعيه للاطفال من الاسواق الامريكيه من الملفات كمان المهمه التي يجب ان نلقي الضوء عليها بشكل كبير، فهنحاول ان احنا نتواصل معاه مره ثانيه. اعود مره اخرى لدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي. دكتور محمد انا برحب بحضرتك مره ثانيه، يمكن حضرتك كنت بتقول
بيقول ان ملف الامن الغذائي يشكل اولويه قصوى بالنسبه للدوله المصريه، وبتشتغل عليه على مسار متوازي في ملفات عديده، سواء من خلال توفير الغذاء عبر الانتاج المحلي او حتى من خلال ان احنا نوفر الغذاء باسعار مناسبة لجميع المواطنين، وده كمان يهم المواطن المصري بشكل كبير جدا. ازاي قدرنا ان احنا او جهود الدولة في هذا الاطار توفير المنتجات بالاسعار المناسبة ومحاربة الغلاء؟ شكرا، شكرا جزيلا مرة اخرى. زي ما قلت لحضرتك ان لو بصينا للمحاور اللي قامت بها الدولة المصرية وقامت بمتابعتها، فهنلاقي ان الدوله بتستهدف هدف كبير، وهو توفير اكبر قدر ممكن من الانتاج الزراعي، من الانتاج الغذائي المحلي، تامينه. فبالتالي عندي عده محاور مرتبطه بهذا المحور، وهو التوسع الافقي، ان انا اتوسع في المساحه المنزرعه تحت بند مهم جدا، محدوديه الميه. انا عندي في مشكله كبيره في الميه، وده له علاقة بموقع مصر الجغرافي وبمواردها المائية، ملوش علاقة بأي حاجة تانية. فبالتالي المورد المائي مورد مهم جدا، فكرت الدولة أن يكون هناك زي ما قلت لحضرتك موارد أخرى غير تقليدية للمياه. فكان عندنا تحلية أو معالجة مياه الصرف الزراعي، فأنشأت محطات كبيرة، وفي طريقها لإنشاء محطات أخرى. هذه المحطات لا محالة بتتكلف تكلفات باهظة، محطة بحر البقر تقريبا عدت ال 20 مليار جنيه، ومحطات اخرى في مناطق شمال الدلتا والساحل الشمالي. كل هذه الاجراءات تقوم بها الدوله مضطره. المفروض في الاقتصاديات الناشئه زي مصر ان كل جنيه البلد بتحتاجه لبناء مصانع وبناء افق كبيره للاقتصاد، تضطر الدوله تاخد اجراءات ثانيه ممكن تعطلها نوعا ما. ورغم ذلك الحمد لله التوسع الافقي، لو شفنا بس خلال الاربع خمس سنوات اللي فاتوا، هنلاقي ان في مئات الالاف من الافدنه انضمت للرقعه الزراعيه المصريه، وده يعتبر اكبر معدل لاستصلاح الاراضي في تاريخ مصر في وقت قليل، ان انا اقدر اضم كل هذه المساحه وفي كل مكان بالمناسبه. ودي نقطه مهمه، يعني لو شفنا مشروعات التوسع الافقي هنلاقي من اقصى الجنوب توشكا شرق العوينات مرورا بكل الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، انا واسيوط وسوهاج واسوان وبني سويف والمنيا، حتى الدلتا الجديده في غرب الدلتا القديمه وفي مناطق سيناء. يبقى معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الدوله بمشروعات لاستصلاح الاراضي بتلامس المحافظات اللي موجود فيها كثافه سكانيه، عشان كانها نوع من التنميه الاحتوائيه والتنميه المتوازنه والشامله. فكمان ده كانت فلسفه مهمه من فلسفه التوسع الافقي. ده محور. المحور الآخر هو محور التوسع الرأسي، إن أنا أستغل وحدة المساحة من الأراضي، وخاصة في الوادي والدلتا أستنبط أصناف، وده اللي قامت بيه وزارة الزراعة عبر مركزها البحثية، إن يكون عندي أصناف من المحاصيل تكون ذات إنتاجية عالية لنفس وحدة المساحة. فلو بصينا للقمح على سبيل المثال، القمح اللي كان 10 أرداب للفدان بحد أقصى في سنوات قليلة، دلوقتي الحمد لله المتوسط 19 أرداب، والسنة دي أكتر من كده عشان كمان كان المناخ مناسب نوعا ما. فتضاعفت القدرة الإنتاجية لنفس وحدة المساحة. الإجراءات دي ما كانتش إجراءات بسيطة ولا إجراءات رخيصة، دي إجراءات كانت ذات تكلفة عالية، والحمد لله إن البلد قامت بها كأنها بتقوم بها بإجراء استباقي، كأنها على علم إن هيبقى في أزمات بدأت تسبب مشاكل، زي ما الضيف العزيز اتكلم، لأكبر اقتصاديات في العالم أمريكا بالمناسبة. أو وسط كمان أوروبا مصر يعني أو زادت وارتفعت والصين في مؤشر الأمن الغذائي ومؤشر كمان جودة المنتجات، ده وفقا طبعا للأرقام يعني. بالظبط بالظبط حضرتك كده. طيب أعود مرة أخرى لدكتور شادي. دكتور شادي، يمكن إحنا بنتكلم عن ارتفاع أسعار بشكل كبير جدا، بنتكلم عن حوالي أسعار القمح ارتفعت بنسبة 21%، الشعير بنسبة 33%، الأسمدة ارتفعت بحوالي 40% نتيجة طبعا لاستمرار العملية العسكرية. هذه الارتفاعات في الأسعار يعني شايفها ازاي، وهل ستستمر الفترة المقبلة بهذا الشكل، ولا في حلول؟ يعني في حلول ممكن ان احنا من خلالها يا اما نثبتها يا اما يعني تقل شويه.
هتستمر هتستمر وهتستمر ان شاء الله. يعني دكتور شادي متفائل جدا عكس دكتور علي خالص. تمام. هتستمر وهتستمر لفتره طويله كمان على فكره. يعني الامم المتحده بتحاول يعني تهدئ من روع العالم. احنا متوقعين ان الازمه تستمر الى النص الثاني من 2024. انا بقول لحضرتك بكل وضوح يعني والله، وعشان بس يعني نبقى عارفين احنا داخلين على ايه. لا الفتره اللي جايه فتره، حتى لو انتهت العمليه العسكريه قبل 2024 ما هو التعافي قصدك انه ممكن ياخد وقت. ليه بقى لحضرتك احسن؟ الموضوع هنا مش متعلق بس بموضوع العرض من الاقليم بتاع روسيا واوكرانيا بس، يعني لا، لانه في الاقاليم الباقيه مثلا في الهند. الهند السنه دي بتواجه واحده من اهم المنتجين للجلال في العالم، بتواجه واحد اسوأ انتاج في تاريخها من 10 سنين في القمح. استراليا بتواجه موجه طقس يعني هي يعني اصلا الهند هي لا يعني غير مصدره للقمح، هي بتحقق الاكتفاء الذاتي، وفي بعض الاحيان بعد 5 سنوات على سبيل المثال ممكن لو لقت فائض بتصدر. لا فندم، الهند واحده من اكبر المنتجين وعندها فائض بيصل السنه دي ل 12 مليون طن، وده واحده من اهم ادوات. عشان كده مصر اتخذتها احد المصادر الجديده للتوريد. حضرتك عارفه يعني احنا ما كناش بنستورد قمح خالص هندي بسبب اختلاف المواصفات، يعني يعني اختلاف الطعم والمواصفات بتاعت المنتج عن المنتج اللي احنا بنستخدمه في العادي. يعني السنه دي لاول مره في تاريخ مصر ناخد المنتج. بدات الهند تدخل في الموردين المصريين ك يعني مورد مصري محتمل، وفعلا يعني استثنت الهند مصر من قرارها بمنع تصدير القمح الى الخارج. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه في استراليا، موجه طقس الغايه مأثره على اسعار المنتجات الزراعيه، كميه المنتجات الزراعيه وبالتالي تاثر على اسعارها. مش بس كده، خد بال حضرتك ان احنا في ظل الارتفاعات دي احنا عندنا السوق الصيني في اغلاقات واسعه جدا، وبالتالي الطلب قليل من السوق الصيني. بمجرد لما يعود انفتاح الاقتصاد تحت انخفاض حالات كورونا هنواجه طلب صيني جارف هيرفع المنتجات. فاحنا عندنا من اكتر من ناحيه ضغوط على اسعار الغزاء في العالم. هو صحيح اللي مخلي الازمه اعمق ومخلي الازمه شديده جدا هو يعني خروج العرض الروسي الاوكراني من السوق، وده ناتج عن الحصار الروسي للمواني الاوكرانيه. وفي نفس الوقت حضرتك ان احنا عندنا الاقتصاد الروسي عليه عقوبات، وده من الناحيتين مشدد الازمه. لكن مش ده العامل الوحيد. عندنا عوامل اخرى اهمها على الاطلاق، تغير المناخ وموجه الطقس السائل اللي بيشهدها العالم يعني. ودوت يقول ان احنا عندنا ازمه مكمله حتى لو شهدنا يعني انخفاض في معدلات. في حديث وتقارير بتقول انه كمان موسم الجفاف هيبقى شديد قوي. صحيح. السنه الجايه. عشان كده بقول لحضرتك انه حتى لو الازمه الاوكرانيه الروسيه خفت، هنفضل عندنا يعني ما زلنا في الوضع الحاصل. وخد بال حضرتك ان احنا كمان ازمه كورونا جابت يعني توسعات. حضرتك عارفه ان كان في عدد كبير جدا من دول العالم عملت يعني باكجات او يعني حزم تحفيزيه علشان الاقتصادات بتاعتها. الاقتصادات دي خلت في معروض نقدي كبير جدا في السوق. الفلوس دي مخليه في فلوس كتيره قدام سلع قليله، فرفع اثمان السلع اساسا. فاحنا زي ما حضرتك عندنا اكتر من عامل مخلي العرض قليل والطلب كبير، فبالتالي الازمه هتكمل معانا زي ما قلت حضرتك كده لمنتصف يعني الناس المتوسطه بتقول بس. شفنا أصلاً شراكات صناعيه تكامليه بين عدد من الدول، بين مصر الاردن والامارات، ودي اعتقد هذه الشراكات بتكون فرصه ذهبيه لحدوث هذا التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات والمجالات. صحيح. يعني عايزين نظره تفاؤليه شويه دكتور فندم. هو بص حضرتك، احنا لازم بص حضرتك، هو التفاؤل موجود. بص يعني احنا دلوقتي قدام حدث جلل بيحصل في الاقتصاد العالمي. الضغط حاصل بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. ان احنا يبقى ما زلنا في مصر واحنا دوله ناميه وعندنا زي ما حضرتك عارفه مصر خارجه من عدد كبير جدا من الازمات، بدايه من 2014 من 2011 يعني، واحنا بنتعرض لازمات كبيره. ان احنا ما زلنا موجودين دلوقتي، ما فيش عندنا اي منتج مش موجود في السوق، ما فيش عندنا اي مواطن نزل اشترى احد المنتجات مش لاقيها، توافر كبير جدا للعرض السلعي، عندنا مخزون استراتيجي امننا على الاقل لمده 5 اشهر في اسوأ السلع. فده بالنسبه اللي بيحصل في العالم، وبالنسبه كمان لانكشافنا على الازمه الروسيه الاوكرانيه. روسيا واوكرانيا هم اكبر مصدرين للغذاء بالذات الحبوب لمصر يعني. ده يقول ان احنا عندنا الحمد لله جدا بالنسبه للعالم احنا في وضع جيد، وجيد للغايه بالنسبه اللي بيحصل. لكن هل ده معناه ان احنا مش هنتاثر بالازمه؟ لا، عشان بس يبقى الموضوع الناس الشركات الصناعيه التكامليه اللي كنت بتكلم عنها لاي مدى دي مهمه في هذه مهمه جدا، لانها بتخلق فرص دهبية. عمل فرص العمل فرص بتخلق فرص عمل بتخلق فرص للنمو. فرص النمو دي هتؤدي الى انه يبقى في يعني دخول للاستثمار الاجنبي المباشر. الاستثمار الاجنبي المباشر يقلل الضغط على الاحتياطي النقدي بتاعنا، يرفع قدره الدوله المصريه على الاستيراد، ويرفع قدره الدوله المصريه على يعني توفير السلع. ده
بتقلل بشكل واضح جدا من يعني من الارتفاعات السعريه المتواليه، وبالتالي المواطن المفروض يشعر ب يعني فرق كبير جدا مع دخول هذه الاستثمارات ومع التدفقات النقديه اللي حصلت. دكتور محمد، كنا بنتكلم مع حضرتك وكنت بتكلمني عن الجهود اللي قامت فيها الدوله، التوسع الافقي والراسي، اهميه المشروعات طبعا الزراعيه اللي قامت بها مصر خلال الفتره الاخيره، المشروعات كمان اللي قامت بها للسيطره على الاسعار وللتخفيف عن الاثار الناجمه من الاضطرابات للاسواق طبعا العالميه، وتكلمنا طبعا عن مشروعات مهمه زي مشروع الدلتا الجديده، مشروع الصوب الزراعيه، عندنا كمان يعني مشروعات هامه، الريف المصري، تنميه سيناء، عندنا كمان يعني توشكا وغيره وغيره من هذه المشاريع الهامه. أنا بس عاوز أضيف لكلام الضيف في نقطة مهمة قوي، وده مش تخويف للناس ولا حاجة، تحت هذه الظروف الموجودة سواء العالمية أو حتى ظروف محدودية الموارد في مصر، أسعار السلع من الطبيعي أنها ترتفع ارتفاعات أكبر بكتير من الأسعار الحالية الموجودة في السوق المحلي للمستهلك المصري، ورغم ذلك الحمد لله هقدر أقول إن في شبه استقرار لمعظم السلع أو ثبات لمعظم السلع في ظل هذه الظروف، وده في حد ذاته لازما الناس تفكر في النقطة دي. النقطة دي مهمة جدا، يعني ثبات أسعار السلع وتكون في المتناول، يعني الحمد لله ما حدش بينزل ما بيلقاش سلعة معينة في أي سوق، سواء خضار، فاكهة، محاصيل استراتيجية، حبوب، غيره، السلع الحمد لله كلها متوفرة في ظل كل هذه الظروف. أنا عاوز بس أدي نقطة مهمة، مشهد كده سريع، الصحراء اللي بيتم استصلاحها الآن، إذا هذه الصحراء مش فجأة نزلت من السماء، الصحراء دي موجودة في مصر من آلاف، أقدر أقول ملايين السنين، كانت تحت أنظار الكل في فترة من الفترات، محدش بالبلد كده يعني عشان الناس تفهم، محدش هوب ناحيتها لأن عارف تكلفتها عالية وعارف مسؤوليتها كبيرة، إن أنا أقدر أحول هذه الرمال الصفراء بملوحتها بأجواءها الصعبة في الصحراء، أحولها زي ما شفنا في خلال أيام قليلة المشاهد اللي جاية في أثناء افتتاح فخامة الرئيس لمشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، شفنا إزاي المساحات دي تكون خضراء. أوعى تظنوا إن الموضوع ده بسيط، أنت تحول اللون الأصفر إلى هذا اللون الأخضر بثماره وحبوبه ومحاصيله، النقط دي نقط مهمة جدا. هل المشهد ده كان مشهد عابر كده ولا مشهد في فيلم؟ ده مشهد كلف الدولة المصرية تكلفات كبيرة، المواطن البسيط، احنا الحمد لله عددنا كبير يعني عدينا ال 100 مليون مواطن، المواطن البسيط لازم يقف مع نفسه ولو لحظات ويفكر ايه الوضع لولا كل الجهود اللي بتتم، وهي جهود كبيرة من كل أجهزة الدولة بدون استثناء. وعلى هذا الأساس شفنا يروح يبص على دواوين إشادات دولية لمصر في هذا الإطار، سواء من الإيكونوماست اللي قالت أنه مصر وضعت قضية الأمن الغذائي ضمن أولوياتها، وأيضا صندوق النقد الدولي، بنتحدث يعني عن إشادات دولية لمصر في هذا القطاع وفي هذا المجال. أنا بشكر حضراتكم دكتور محمد شادي الباحث بالاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا لحضرتك، وإن شاء الله يا رب احنا يعني بكل الجهود اللي قامت بيها مصر خلال الفترة طبعا الأخيرة نتمنى أن الوضع يتحسن مش بس في مصر ولكن عالميا. دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشكر حضرتك على المشاركة معنا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، كنت مع حضرتكم على مدار ساعتين برنامج آخر ساعة، كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران، والشكر أيضا موصول لفريق العمل، إلى اللقاء.